والخيار الأخير سيكون ركلات الترجيح. لم يتبقى لنا إلا ركلات الترجيح، الحل الأخير لمعرفة من سيفوز اليوم. وصلنا بعد ندية كبيرة في الملعب، نشوف الإثارة أكبر، ستكون من نوع آخر من ركلة الجزاء ومن علامة الجزاء ركلات الترجيح اللي فيها تسديدة قوية وجميلة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى. والآن الدور على برونو فرنانديز. الكرة في المرمى، نتيجة 1-1. يعدل النتيجة 1-1. الآن يتقدم اللاعب الثاني. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا لعيب، لمسة كانت رائعة. الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. ينقذها الحارس، يا سلام، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. ثم مع الثالث الآن. تصدي غير عادي، حارس كلف، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. فرصة هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. جول وتقدم بهدفين الآن. مانشستر يونايتد لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. هل يحسم المباراة؟ ركلة أخيرة حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. باريس سان جيرمان.